بحالة إحياء في مصالح الطب الشرعي مثل حالات الإصابات والصدمات والجروح والكسور، الآهة المستديمة، وحالة الاعتداءات الجنسية، الإجهاض في تحديد السن، كذلك في تشويه يعني القول إذا ما كان يعني فعل متعمد من الغير أو تشويه ذاتي، كل هذه تدخل ضمن التخصصات ومهامات الخبير الطبي. يوجد أنواع أخرى من الخبرات الطبية تشملها خصائص تقنية مثل خبرات بالستيكية، أن يتم دراسة مسار الطاقة في جسد الضحية من حيث دخولها وخروجها والآثار المعروضة على البشرة، وهي عادة تكون يعني في إطار عمل فريق بالتعاون مع المختصين في الأسلحة والقذائف. كذلك في خبرات طبية بيولوجية تقتضي التحاليل وتقتضي يعني المعدات الخاصة بذلك. لدينا كذلك تدخل أو خبرات طبية في الأسنان، نعم علم الأسنان الشرعي الذي يدرس التجويف الفموي لفك الفم، تقدير الأعمار، إمكانية التعرف على هوية الجثة المجهولة، وهذا يحدث خاصة في الكوارث الطبيعية وخلال الحروب، وهم يعرفوا ببصمات الأسنان.